أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. رصد تقرير حقوقي تجنيد أطراف النزاع لأكثر من 2000 طفل خلال عام ونصف في 18 محافظة يمنية، 99% منهم جندتهم ميليشيا الحوثي. قالت منظمة ميون لحقوق الإنسان إنها وثقت 2233 طفلا جرى تجنيدهم من جميع أطراف النزاع في اليمن خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى نهاية ديسمبر 2022. في هذا السياق أوضح رئيس منظمة ميون لحقوق الإنسان عبد الحذيفي أن الفئة العمرية للأطفال الأكثر عرضة لانتهاكات التجنيد من قبل ميليشيا الحوثي تراوحت ما بين سن 16 و17 عاما. أضاف في مؤتمر صحفي في العاصمة المؤقتة عدن أن الميليشيا تستغل ظروف الناس المعيشية للاستقطاب، كما تستخدم المؤسسات الدينية والتعليمية للتلقين الطائفي. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتساءل عن كيف يمكن التصدي لهذا النوع من الانتهاكات وضمان حق الحماية للأطفال أو للأطفال ضحايا التجنيد. نناقش ذلك مع ضيوفي ولكن بعد متابعة هذا التقرير. بشكل يخالف كل القوانين المحلية والدولية، تواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية حملاتها لتجنيد الأطفال، مستخدمة لذلك الترغيب والترهيب بحق المواطنين في مناطق سيطرتها. لا يبدو أن الميليشيا تبالي بالانتقاد جراء تجنيدها للأطفال، لأنها في حاجة ماسة لتعزيز جبهاتها، ولأجل ذلك تتجاوز كل الاعتبارات الدينية والقانونية التي تجرم استخدام الأطفال وقوداً للحروب. أحدث التقارير صدر عن منظمة ميون لحقوق الإنسان، وفيه كشفت عن تجنيد أطراف النزاع في اليمن لأكثر من 2233 طفلاً في 18 محافظة يمنية بين يوليو 2021 إلى ديسمبر 2022. وبحسب التقرير فإن الميليشيا الحوثية تتحمل المسؤولية عن تجنيد نحو 99% من إجمالي الأطفال المجندين بعدد بلغ 2209 أطفال، 75% منهم تعرضوا للقتل والإصابة في مواجهة عسكرية. أشار التقرير إلى تصدر محافظة صنعاء قائمة أعلى 10 محافظات في عدد الأطفال المجندين، تليها حجة ثم ذمار ثم صعدة فعمران. واقع الحال أن الميليشيا مستمرة في ارتكاب هذا النوع من الانتهاك، مبتكرة لأجله أساليب غير مسبوقة، منها ضمان النجاح الدراسي للمجندين ومنح بعضهم رواتب مغرية ورتبا عسكرية وغيرها. بالمقابل يبتكر الناس طرقا عديدة لتهريب أطفالهم إلى خارج مناطق سيطرة الميليشيا حفاظا على حياتهم ورفضا لأن يكونوا وقودا لحرب سلالية ضد مشروع الجمهورية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، ومعي منتعز مستشار منظمة ميون لحقوق الإنسان الأستاذ أمين شمسان. مرحبا بك أستاذ أمين، مساء الخير. أستاذ أمين، مساء الخير، أهلا بك أخي وبالأخوة المشاهدين. نعم، في التقرير الذي صدر من منظمة ميون، ما الآلية التي اعتمدتوها في هذا التوثيق؟ أنتم تحدثتم عن أكثر من 2000 حالة تجنيد للأطفال خلال سنة ونصف فقط، ما الآلية المتبعة في هذا التقرير؟ طبعا رصد الانتهاكات في المناطق التي تحصل فيها أشياء كثير من التكتم من أصعب الوسائل التي يتم. لكن استخدمنا طريقة جديدة وهي طريقة ما تسمى بالمصادر المفتوحة. المصادر المفتوحة هي أولا تكون مؤشرات المصادر المفتوحة هي تدلك على مناطق الانتهاك، ثم يتم بالتالي التتبع لما المصادر الإعلامية هي أحد المصادر التي استندت عليها ميون في رصد الانتهاكات لتجنيد الأطفال في لدى جماعات الحوثي أو الأطراف الأخرى. لكن هذه المصادر يتبعها شغل كثير متحقق من الأعماق، سواء من كشوفات، من أشياء، من الشهود أو التواصل، يعني يصعب كثير من المعايير. لكن كل المعايير منطبقة، فهي في الأخير نشرت المنظمة أسماء رباعية، بعضهم أيضا قد قتل في الجبهات والبعض لا يزال، لكن في الأخير هناك أسماء وقائمة موثقة، توثيق دقيق في الأعمار، في المناطق، في مناطق
اللي استشهد فيها في الى المناطق المكبر فيها المقابر والى اخر. يعني هناك قاعده بيانات معايير دقيقه يعني تم الاستناد اليها. هل ينتهي شغل المنظمه باصدار هذا التقرير ام ان هنالك تنسيق مع منظمات محليه اخرى او حتى دوليه لمحاوله يعني جذب انتباه الجهات الفاعله لمحاوله الحد من 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 هذه المشكله؟ اعيد السؤال. هل يقتصر شغل المنظمه على اصدار هذا التقرير ام ان هنالك تنسيق مع منظمات مثلا اخرى او منظمات دوليه؟ التقارير هي غالبا تكون احد ادوات المناصره. نعم. التقارير هي تبلغ كمسؤوليه من المنظمه، هي تكون يعني هي كالتزام اخلاقي من المنظمه على هذا الجانب لاشعار واشراك الراي العام. التقارير عندما تشرك المجتمع والراي العام والجانب الاعلامي هذه قضيه يا اخي، قضيه انسانيه وقضيه طفوله تشل حيزا كبير من الوضع الحقوقي، لانها لا تتكلم عن قضيه سيكون اثارها في المستقبل اعظم واكثر على الجيل كامل في المستقبل. الاطفال هؤلاء سيكونوا معنفين وسيعودون الى مجتمعاتهم يحملون صفات العنف، وايضا هناك اشياء اخرى يتعلمونها خارج اطار. عندما يفقد الطفل حمايه الاسره توقع ان يتعرض لكل اشكال الانتهاكات، فبالتالي هذه قضيه يجب ان تزاح من السياسه في درجه اساسيه، يجب ان تكون ملف حقوقي انساني بدرجه اساسيه ويكون على طاوله كل الاطراف، يجب ان يتحمل كل الاطراف مسؤوليه هذا العمل الحقوقي، لانه يتعلق بجيل باكمله، هذا ابنائنا وابناء المستقبل، يجب ان نحرص عليهم باكثر وليس ورقه سياسيه للوزاره، يجب ان الجميع يتحمل مسؤوليتهم. طبعا المنظمه ستسعى الى ايصال هذه التقارير. نعم. هناك ندوه ايضا في جنيف ستعرض ويعرض التقرير ايضا، وكل ادوات هي ادوات مناصره والتقرير احدى ادوات المناصره. نعم، إذا تكرم بالبقاء معي أستاذ أمين، اسمح لي لأن أشرك معنا بالحديث الاستشارية في الإعلام الاجتماعي الدكتورة نبيلة سعيد. مرحبا بك دكتورة نبيلة، مساء الخير. إذا تقرير لمنظمة محلية يتحدث عن تجنيد أكثر من 2000 طفل خلال سنة ونصف، يعني تتنامى مشكلة تجنيد الأطفال في ظروف الحرب هذه دون أن يحرك ساكن المجتمع الدولي أو المجتمع المحلي لمحاولة حل هذه الإشكالية. أولا مساء الخير جميعا لكم، وأيضا هو هذا الموضوع هو من المواضيع الشائكة والمواضيع الحقيقة المقلقة والمهمة في نفس الوقت. نعم. والتي تحتاج فعلا إلى تعزيز الحضور الإعلامي لها، وبين فترة وفترة لابد أن يكون هناك فعلا حملات إعلامية موجهة تستهدف الحديث عن هذه الفئة تحديدا، لأنه للأسف الشديد هذه الفئة تم استهدافها في الأعمال العنف والقتال و حرف مسارها مسار الحق. يعني انسان طفل كيف يكون له الحق انه يعيش بامان وسلام واستقرار ويكون المكان الاساسي له مكان المدرسه، او يعني يكون له مكان امن او مستقر امن يقضي فيه فتره الطفوله التي يفترض ان يقضيها بطريقه امنه واكثر سلامه. لكن مع الاسف الشديد الميليشيات في مختلف جغرافيا اليمن سواء الانتقالي او الحوثي حاولوا ان يجندوا هذه الصفحه البيضاء من براءه الاطفال في اليمن، واستهدافهم بشكل رئيسي ومباشر اما عن طريق السلاح واما عن طريق غسل ادمغتهم بمعاني لماذا يقاتلون او لماذا هم متواجدين في الجبهات او على سفوح المدارس مع الاسف الشديد. بمعنى ان هناك جهدا منظماتيا لابد ان يبذل بشكل حقيقي، وارقام واحصائيات وحاله لازم توصف بشكل جيد حتى يفهم المجتمع الدولي الذي بين قوسين ينادي حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بحق الطفولة في الحياة، أنه لابد أن يكون هناك حديث خاص ودائما يرتفع سقفه على منصات التواصل على السوشيال ميديا على خلينا أقول على أعلى سقف على محركات البحث. دكتورة أنت قلتي أن الميليشيات تستهدف الأطفال في عمليات التجنيد، يعني هم ليسوا جماعات لا خيار لديهم، لماذا يستهدفون الأطفال؟ يعني بنيتهم الجسدية حتى غير مؤهلة لأداء المهام القتالية. استهداف الأطفال طبعا هو يتم استهداف الأطفال ما بين 9 إلى 15 سنة. نعم. هذه السن بالذات هو السن بإمكانهم قيادته،
بإمكانهم تغيير مساره، بإمكانهم فرض قناعات عليه، بإمكانهم يعني حرف حتى يعني اللعب على المعاني الجميلة لفترة الطفولة في أنفسهم. بمعنى أنك أنت الآن كأنك تجهز قنبلة موقوتة من الأطفال، بمعنى أنك أنت تجهز سلاح في يد سلاح. يعني الطفل أساساً قد مهيئ أنه يكون قنبلة موقوتة في وجوه الآخرين، بالتلاعب بالكلمات بالمفردات بمعاني لا أستطيع أقول عليها إلا أنها معاني تستعدي حياة الإنسان الطبيعي، فضلاً عن أن هذا الطفل بشر، يعني طفل صغير يعني. نعم، إذا تكرمي بالبقاء معي دكتورة نبيلة. دعيني أعود إلى الأستاذ أمين شمسان. أستاذ أمين، ما هي أبرز التحديات التي تحول دون منع ظاهرة أو البدء حتى في معالجة إشكالية تجنيد الأطفال؟ أبرز هذه المداخل هي أولا إضافة إلى الضغط الدولي والضغط المحلي هو التوعية المجتمعية. التوعية المجتمعية هناك كثير من الآباء لا يعوا تماما مسؤوليتهم في مسألة الأطفال. هناك آباء أيضا يدخلون في جزء من هذه الإشكالية هي الحصول على دعم. طبعا نقدر أن هناك أسر تعاني من وهناك ابتزاز أيضا لبعض الأسر إلى أنها لن تلقى مساعدات إنسانية إلا مقايضة الأسرة إلى ذلك، لكن في الأخير يجب أن تركز الأسرة بدرجة أساسية أن ابنها يكون أن يكون في المدرسة بدرجة أساسية ويتعلم. الثاني يجب أن يكون هناك وعي مجتمعي ينطلق من المدرسة أساسا إلى المجتمع إلى الإعلام إلى كثير من القضايا. في الظروف هذه عندما تكون الأوضاع طرف أو طرف سياسي يستخدم هذه الأداة من أجل تحقيق مكاسب هذا، لكن في الأساس المجتمع المقام. هناك بعض القبائل رفضت وبعضها فضعت، ولكن في الأساس يجب أن يكون هناك مقاومة شعبية مجتمعية بدرجة أساسية. ماذا بالنسبة للشرعية؟ يعني التقرير اتهم جميع أطراف الصراع بمن فيهم الجانب الشرعي، كيف يمكن فهم أنها حتى على اختلاف القضايا؟ يعني الكل حتى المؤشرات والتقارير هي في الأخير الحكومة مسألة التجنيد يختلف تماما. يعني معظم التجنيد وحالات التجنيد في المناطق التي تخضع، وهذا ما تقول كثير من التقارير، أن التجنيد يتم لأسباب هناك شهداء استشهدوا، واحد شهيد، يتم ترقيم أبنائهم كمجندين في الغالب. طبعا مع بعض الحالات التي تحصل في مسألة النقاط الأمنية المرافقين لبعض الشخصيات، هذه الحالات اللي موجودة لدى المناطق هذا، لكن بدرجة أساسية التجنيد لدى جماعة الحوثي أكثر ضراوة لأنه جزء من المعركة، يعني تكتيك المعركة. من هي الجهة برأيك القادرة على فعل شيء في هذا الملف؟ طبعا الآن هو الضغط السياسي، الضغط المجتمع الدولي، الضغط السياسي، أنه أي طرف سياسي يجب أن لا يدخل مفاوضات، وأي مفاوضات سياسية إلا لما يتخلى عنه. الكل وقع خطة مع الأمم المتحدة ولم يلتزم، يجب أن يلتزم جميع الأطراف في تنفيذ الالتزامات اللي عليهم من قبل الخطة الموقعة مع الأمم المتحدة. نعم، تكرم بالبقاء معي أستاذ أمين. أعود إليك دكتورة نبيلة. إذا ما أتينا لترتيب المسؤولية لتحمل مسؤولية تحمل تنامي هذه الظاهرة، من يتحمل المسؤولية دكتورة؟ والله يا عزيزتي إذا احنا سنعمل ترتيبية فأنا أعتقد أن الأسرة هي في المرتبة الأولى. برغم أنني أشعر أنه في بعض المحافظات ممكن تتعرض لضغط شديد، ممكن تهدد، ممكن يسحبوا الأطفال سحب كما حصل في كثير من المحافظات خاصة في صنعاء، يعني سحب الأطفال سحب يعني. لكن أنا أعتقد أنه هذه مسؤولية. المسؤولية الأخرى هي مسؤولية لن أقول الشرعية أو الميليشيات، لأنه في الأخير هم يستهدفوا أساساً الأطفال ويورطوا الأطفال في هذه المناحي البعيدة عن الهدف اللي موجود فيه الطفل الحياة أصلاً يعني. لكن أنا سأقول المجتمع الدولي طالما يراقب هذه المسألة، المنظمات الحقوقية التي يعني تدافع عن حقوق الإنسان، لماذا لا ترفع السقف المطالبة بأن يجنب الأطفال؟ على أقول إذا لم يحدث مثلا إغلاق لملف الحرب، لماذا لا يجنب الأطفال في هذه الأوقات الحرجة أن يدخلوا في أي مغامرة لأي طرف كان، يعني سواء كان ميليشيا على الأرض أو
أي شخص آخر أو أي جهة أخرى تستفيد من تواجد الأطفال في الأماكن المسخنة بالحرب أو بالقتال أو بالنزاع أو بالصراع. نعم، ولكن الظروف المعيشية التي تمر بها البلد ربما تكون هي من تدفع بعض الآباء للدفع بأبنائهم. اسمحي لي أقول لك، الحرب لا تأتي بخير، وإذا وجدت الحرب توقع كل ما يمكن أن يحدث طالما الحرب متواجدة. الحرب متواجدة بمعنى أن هناك ملف مفتوح، هناك فقر، هناك سوء للتعليم، هناك انهيار في الخدمات الأساسية، هناك غياب للخدمات المهمة للأطفال. أنا أتحدث عن غياب مثلا الأكل، الدواء، أتحدث عن غياب الخدمة الصحية مكتملة الأركان. أيضا أعتبر أنه في، أنا أتحدث عن رقم كبير جدا، يقارب 2 مليون طفل يمني موجود خارج سور المدرسة. هذا ليس رقم سهل، بمعنى أنه خارج سور المدرسة إما أنه موجود على المدرسة أو ماسك سلاح ويتعاون مع الميليشيات، أو أنه فعلا خرج ليقتات ويقيت أسرته، أو أنه يشترك أي عملية أخرى خارج نطاق أن يعيش هذه المرحلة العمرية بطريقة أكثر احتياطا وأكثر ترتيبا. يعني وأيضا دكتورة، هنالك فكرة خاطئة لدى بعض الأسر اليمنية أن التجنيد للأطفال يصنع منهم رجال، يعني هنالك من يذهب بأطفاله إلى التجنيد حتى يصنع منه رجل. بالضبط، لكن هذه كلمة اللي تفضلتي وذكرتيها، هذا حتى هذه الحالة هي ليست حالة معممة. نعم. واستطيع أن أشير عليها بالبنان. صحيح. لا، هذه حالة موجودة في بعض البيئات داخل بعض الجغرافيا، لكن الوضع العام الآن نحن على مقربة نغلق يعني عقد كامل من الحرب، هناك إشكاليات حقيقية في مسألة أنه يخوضوا الأطفال يعني أعمال مسلحة حقيقية، بمعنى أنه في أطفال يقفون على المدارس يعرض، وفي هناك يعني قرابة، هذا الرقم يزيد أو ينقص، قرابة أكثر من 400 طفل انتهوا في عمل الميليشيات في الحرب أو في القتال أو في توظيف بعض هذه الأدوات. نعم، إذا تكرمي بالبقاء معي دكتورة. أذهب إلى ضيفي الأستاذ أمين شمسان. أستاذ أمين، كيف يمكن الاستفادة من جهود ونتاج وتقارير وهذه الجهود المبذولة من قبل المنظمات المحلية، كيف يمكن الاستفادة من هذا التقرير الصادر من ميون؟ قدم التقرير العديد من التوصيات لكل الجهات، وكانت توصيات مفندة وواضحة، يعني حتى أذهب التقرير وتوصيات كثيرة، كل الأطراف عندها فجوات يعني كبيرة، وهي لم تنفذ الخطط الكاملة. نعم. منها هو كما هو متعارف في مبادئ باريس، أولا اللي هو التوقيف، اللي هو المنع، إصدار التشريعات المنظمة التي توقف، والتوجيهات الصريعة لتوقيف التجنيد هذا بتاتا، وإصدار تعليمات لجميع أجهزة سواء الترقيم والرقى إلى آخر الأجهزة. لكن وايضا ثم ينتقل الى المرحله الثانيه اللي هو بعد ذلك التسريع، قبل ادماجهم في المجتمع يفترض ان يتم تاهيل هؤلاء الاطفال دعم نفسي واجتماعي، لا يجب ان يخرجوا مباشره الى المجتمعات، لان هذا الطفل يعاني من حالات اضطرابات ويحتاج الى دعم نفسي واجتماعي والى اخره. هناك برامج معروفة، واليونيسيف أيضا له دور في هذا الجانب مع الكثير من المنظمات التي تعمل في الطفولة. هناك خطط مبرمجة وهناك تجارب كثيرة نفذت في هذا الجانب، وقد أثر التقرير في التوصيات بكل من على الأطراف بتنفيذها. شكرا جزيلا لك المستشار منظمة ميول لحقوق الإنسان الأستاذ أمين شمسان، كنت معي من تعز. أعود إليك دكتورة نبيلة سعيد. دكتورة، كيف يمكن أن تؤثر هذه الظاهرة على الأطفال المجندين؟ يعني دكتورة، الطفل لا يتجاوز سنه 16 أو 19 حتى يخوض مثل هذه التجربة، كيف يمكن أن تؤثر على تكوينه، على شخصيته، على عقليته مستقبلا؟ والله هذا سؤال خطير الحقيقة، وسؤال يحتاج فعلا أن يكون هناك فيه مسؤولية ضمنية، يعني مسؤولية عند كل الأشخاص اللي أو الكيانات أو الجهات اللي ممكن يعني تعطي نفسها مساحة من المسؤولية تجاه هذه البنية، لأنه بلا شك أي مساحة فيها حرب هي لا تفرز إلا يعني نفسية عدوانية، نفسية تكره الحياة، تكره التعايش، تكره يعني ممكن تتوافق مع كل ما يتعلق بالكراهية، يتعلق بالقتال، ممكن تتوافق مع اي مشروع يعني ضد السلام،
يعني انت متخيله ان احنا ربما نواجه جيل كامل لا يعني لا يتعامل الا بالعنف، لا يتعامل الا بالرصاص، لا يتعامل الا بالمتفجرات. بنواجه جيل كامل اذا استمر طبعا بلا شك هذا الامر، ونتمنى ان لا نصل الى هذه المواصيل، ان احنا سنواجه جيل لن نستطيع ان نتعامل معه بلغه الحوار. يعني نعم. هناك اشكاليات كبيره سيرتفع سقفها، يعني سقف الهدر الانساني، سقف هدر التعايش. بنشعر بان احنا فعلا اصبحنا نهدد ونهدد من في السلم الاجتماعي، يعني لم يصبح هناك بيئه امنه مستقره. يعني نعم. انت تخيلي انه هذا سيترشح على كل بيت في اليمن، انه هناك الاطفال بهذا السن هم عباره عن قنابل موقوته في البيت، يعني ممكن يقتل اقرب الناس. وحصلت حاليا، حصلت في اطفال من 18 19 سنه قتلوا ابائهم، قتلوا اخوانهم، قتلوا امهاتهم. صحيح. وهذه بفعل تعبئه، بفعل انه ينخرط لغسل دماغه فتره من الزمن عند الميليشيات الحوثيه، لا يعترف اصلا ان هذا اب او هذا اخ او هذه اسرته الاساسيه، فيتحولوا فعلا الى انه اول من يرمي او يتلقى رصاص او يتلقى فئه هم ابنائهم. يعني نحن نتحدث عن المستقبل، سيكون صعب جدا يعني احنا لا نتمنى هذا الوضع حقيقه، لكن هذا هو اذا حدث تراخي من اي طرف كان، هذا هو المستقبل الذي سنراه مع الاسف. نعم، هذا هو النتائج المتوقعه والطبيعيه والمنطقيه لما يحدث الان. طيب دكتوره، ما هو تقييمك لدور الجهات الرسميه او حتى الدوليه تجاه هذه المشكله في اليمن؟ احنا كنا قبل فتره طويله جدا ونحن نتحدث في بدايه الحرب في 2015 ان هناك فعلا لم يحدث أن يكون هناك تقرير منصف عن الحالة اليمنية وعن حالة الحرب أو المنية فيها اليمن. يعني ما أستطيع أقول أن المنظمات الدولية لم تخدم الملف هذا بشكل جيد، وما زلنا نطمح أن يكون هناك فعلا تغطية حقيقية وأرقام واقعية وإحصائيات منطقية حيال ما يحدث في اليمن. يعني سنكمل عقد من الحرب في اليمن وهي مفتوحة على مصراعيها، ما يسمى بالسنة ونص الهدنة، التي أيضا حتى هذه الهدنة كان فيها خروقات كثيرة لاستهداف الأطفال واستهداف البيئة اليمنية، لكن كل هذا لم يحدث فيه أن يكون هناك عمل للمنظمة الدولية، خليني أقول لك بين قوسين، التي تتغنى أو تعمل أو تنهج في العمل من أجل حقوق الإنسان. لم يحصل أنها دخلت الجغرافية اليمنية وبدأت توثق لحالات وتوثق لأرقام وتتحدث عن إحصائيات حتى يرتفع هذا الملف ويأخذ مساحته في التعاطي الدولي، في التعاطي. هنالك جهود جبارة مبذولة من قبل المنظمات المحلية مثل التقرير الذي صدر عن ميون، لماذا لا يتم الاستفادة من هذه الجهود المحلية؟ هذا هو السؤال الذي نسأل فيه المنظمات الدولية، لماذا على أقل تقدير لماذا لا تستفيد من هذه المنظمات التي تعمل يعني مسخنة بالأرقام، يعني لديها كثير من الأرقام والإحصائيات. وبرغم ذلك انا استطيع ان اقول لك حتى المنظمات المحليه تعمل في اليمن هي ايضا محاصره ومكبله وتعمل ايضا بشكل في ظروف صعبه جدا، يعني في ظروف تحت النار وتحت الحصار وتحت يعني شيء كبير جدا من الصعوبه. صحيح. في الحصول على المعلومه توصل او يصل حتى المعلومه. صحيح، ولهذا يجب أن يتم تقدير هذه الجهود. شكرا جزيلا لك الاستشارية في الإعلام الاجتماعي الدكتورة نبيلة سعيد، سعدت بأنك كنت ضيفة عزيزة معي في هذه الحلقة، أشكرك جزيل الشكر. إذن مشاهدينا بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أشكركم على حسن المتابعة، أشكر ضيوفي، والشكر طبعا موصول لزميلي منتج ومعد هذه الحلقة الزميل وديع أبو عطاء. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.